الأخ سليمان الرواحي يقول في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى آخر الآية، هل كان للجن رسل أيضا؟ لا دليل على أنه كان للجن رسل. نعم. وإنما هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: ألم يأتكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فمنكم هنا تعود إلى مجموعكم أي إلى جميعكم، وهو صادق في البعض منكم أي في الإنس. نعم. وهذا المعنى تحتمله اللغة، فمنكم أي من مجموعكم ويصدق على البعض منكم وهو الإنس. نعم. وإنما يكون للجن مبلغون. نعم. يسمعون من الرسل ثم يبلغون قومهم، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال: يا قومنا أجيبوا داعي الله، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هذه كلمات من مبلغين من الجن سمعوا من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الذين هم من البشر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. صحيح أن في القرآن الكريم ورد الرجال أيضا في سياق الحديث عن الجن، لكنها تنصرف في الأصل ما لم توجد قرينة للدلالة على رجال من البشر، والله تعالى أعلم. هل الحديث في ضوء النصوص وما توحي به أم في قضية الإمكانية أيضا؟ لا، النصوص وما تدل عليه، لا دليل على أن، بل الأدلة قائمة على أن الرسل إنما كانوا من البشر.